النادي الاهلي النهارده لا مفر الا الفوز، لا مفر الا الفوز. لو النهارده الاهلي لا قدر الله قدام فريق المريخ اتعادل او خسر في هذه المباراه، هيصعب على نفسه الامور بشكل كبير جدا جدا جدا. زي ما تحركهم صن داونز عندها 7 بونت، المريخ عندها 4. المريخ لو كسبت الاهلي لا قدر الله تبقى المريخ عندها 7 زي صن داونز. الاهلي هيصبح نقطه واحده، فالموضوع صعب جدا يعني، الموضوع صعب جدا. فلذلك احنا النهارده بنتمنى الاهلي يفوز، لازم يفوز وهيقدر ان هو يكسب ان شاء الله المريخ. المريخ يعني مش فرقه مرعبه، كل احترام للاشقاء طبعا حبايبنا واخواتنا في السودان، ولكن لازم الاهلي النهارده يكسب باي شكل من الاشكال. بحاول اجيب لحضراتكم تشكيل متوقع القريب جدا للنادي الاهلي قدام فريق المريخ السوداني. زي ما انتم حضراتكم المباراه الساعه 9 بتوقيت مصر، و التشكيل كالاتي. اللي انا هقول لكم ده متوقع مش تشكيل رسمي، ولكن يا ريت يا شباب لو سمحت نعلي اللايكات على قد ما نقدر. وسط ده التشكيل المتوقع، يعني محمد هاني يمين، علي معلول شمال، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه في القلب. خط الوسط عمرو السوليه، اليو ديانج، احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، لويس ميكيسوني، وخط الهجوم محمد شريف. بقرا كده تعليق من هيثم بيقول لي ليه اصبحت كيوت يا كابتن اسلام؟ ليه كيوت في ايه؟ فاين كيتتا؟ اين كيتتا ايها الزملكاوي صديقي واخويا؟ اين كيتتا؟ عايز ارد عليكم يا جماعه. بصوا طبعا انا عشان بقول تشكيل النادي الاهلي اصبحت كيوت. يا اهل الخير، انا نفسي اجيب الميكروفون، عارفين اللي هو بتاع الروبابيكيا بتاع زمان ده، وامسكه واعمل كده اهو واقول احنا مش في خناقه. احنا مش في خناقه، احنا في منافسه، ودي اسمها كوره. دي منافسه واسمها كوره. لازم ان انت تكون متقبل الطرف الاخر، وقصه مش خناقه. يعني اتمنى اكسب واتمنى فريق اللي قدامي يتعطل كمشجع، لكن انا دلوقتي بقى اصبح عليا امانه الحوار، وامانه الحوار ده قلب طريق. الناس عارفه نيتي وانا عارف، ولكن في فعلا حاجات مش لازم بتدخل فيها الغل، لان امانه الحوار انا في اجيال صغيره تطلع كارهه الناس. ممكن اتنين يتخانقوا مع بعض بسبب انا، ممكن اتنين يشدوا مع بعض بسبب انا، ولكن الموضوع لما يكون بهزار، ولما انا اختار التوقيت اللي انقد فيه، يعني مثلا احنا بنلعبهم في دوري، او مثلا اتلاقينا مع بعض في نهائي افريقيا، ده متقبل جدا فكره ان انا اهزر او احفل، وهكون متقبله جدا. ولكن انا مش طرف دلوقتي، والاهلي بيلعب مع المريخ وموقفه صعب، طلعت انا قمت مهاجم في الاهلي دلوقتي بدون اي وجع حق وعايزه يخسر. انت فاهمني؟ انت فاهمني اخ هيثم؟ وعايزه يخسر. اربي احقاد واخلي جيل طلع كره نفسه وعيال صغيره تتفرج عليا تقوم مقلداني كمان، ونمشي ما شاء الله كلنا نقول نحن غرابة، عارف زي ماشيين في الشارع بقى خوذة وسيف وماشيين عمالين نعمل كده لبعض. الموضوع مش مستاهل يعني يا جماعه. معانا مكالمه ناخدها الاول. بص لو بتضايق شعري بيقف، بص لو بتضايق يا جماعه شعري بيقف على طول. صباح الورد.